منعرجة التزرين العالمية واللي مصنفة من بين أخطر وأجمل 10 مسالك في العالم حسب العديد من المنصات والمجلات العالمية المتخصصة، ولات وجهة سياحية تسابت عليها مختلف الجنسيات وأيضا الماركات والشركات المرموقة. يكفي نتكلموا على إعلان شركة ميشلا سنة 2015 و2021 وكاديلاك سنة 2012 والرقم القياسي العالمي للسرعة في أخطر الطرق في العالم من طرف الإيطالي فابيو بوروني. مسلك شيدات الفرقة الفرنسية سي اس بي مستعينة بسكان المنطقة وأيضا حمار أحد الرحالة باش يتراسيو التيران سنة 1933 ضربوا فيها الناس الكرفي عبر أعمال الصخرين المستعمر الفرنسي واللي فيما بعد غتعرف ميلاد أحد أشرس أبطال المقاومة والمتمردين زيد أحمد. هاد المنعرجة طولها حوالي كيلومتر تقع في السفوح الجنوبية الشرقية للأطلس الكبير على علو 1800 متر ولا تجلى أهميتها في كونها الممر الوحيد الذي يفك العزلة عن آلاف السكان القرويين بين أمس مرير وبومندس إقليم تنغير. سنة 1980 سجلت كارثة انقلاب شاحنة لنقل السكان الجبليين راح ضحيتها حوالي 20 ركيب للأسف. إذا استمتعتوا بهذه الفراجات كنقترح عليكم ترتاحوا في أوتيل دا غازيل جداد المكان المفضل في أمان الله.